في الوقت اللي حقق فيه نادي سبورتنج السكندري مفاجأة كبيرة وفاز على الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد، كان في أزمة تانية فجرها مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك. بداية الأزمة كانت خلال مراسم تسليم الميداليات الذهبية لفريق سبورتنج، واللي تواجد فيها أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد ومصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك وممثل النادي الوحيد في المراسم دي. الكاميرات الناقلة لمراسم التتويج رصدت لقطة غريبة، وهي لحظة إخفاء هدهود لوحدة من الميداليات بطريقة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. فكان رد فعل مجلس إدارة نادي الزمالك سريع جداً، وأصدر رئيس النادي مرتضى منصور بيان رسمي قال فيه إن في اجتماع عاجل هيتم خلاله اتخاذ قرار بشأن الواقعة دي. قبل الاجتماع مباشرة كان يلا كورة ومصراوي تواصلوا مع هدهود بالفعل، واللي اتفاجئ باللي حصل وقال إنه كان عنده اجتماع وما كانش يعرف أي حاجة من اللي اتقالت على السوشيال ميديا. ما سمعتش إلا من كنت مرة، ما كنتش أعرف يعني امبارح وانا بنزل ميداليات في وسط الميداليات بنزلها، لقيت ديت في وسط الميداليات الثانيه. فاخدتها على اساس ان انا اسلمها لحد من بتوع نادي الزمالك يكون ما خدهاش. فقد كان مسؤول في نادي الزمالك، خدتها وحطيتها في جيبي فعلا على اساس ان انا اسلمها لنادي الزمالك اشوف مين الناقص، لان انا لقيتها بتاعت الزمالك. لان كنا بنسلم من نادي ثاني ساعتها. هدهود كان في موقف حرج جداً لما مصدر مقرب من محمد الأمين رئيس اتحاد اليد قال إنه ما قالش الهدهود ياخد ميدالية فضية ولا ذهبية، لأن اللوائح بتمنع رئيس الاتحاد أو المدير التنفيذي منح أي ميدالية لأي شخص ملوش صفة فنية في الفريق المكرم. لكن خلال ظهور هدهود في لايف يلا كورة ومصراوي تم التواصل مع نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد اليد، واللي أكد على احترامه وتقديره لهدهود. اولا بدايه حابب اقول لحضرتك احنا كل الميداليات دي هي ميداليات رمزيه وليست كقيمه ماليه، هي قيمه رمزيه. دي نقطه الاولى. النقطه الثانيه ان كل الانديه اللي حصلت على ميداليات تسلمت ميدالياتها وما فيش نادي ما اخدش ميدالياته. تمام. من الوارد جدا الميداليه دي اللي مع مصطفى بيه هو حد من لاعبي الزمالك ما استلمش او الاداريين، فمصطفى بيه خد الميداليه عشان يوصلها له. تمام. يعني لكن ما فيش نادي مثلا ما اخدش ميدالياته، او ما فيش حد اشتكى ان هو عنده ميداليه ما خدهاش. مع تقديري الكامل لمصطفى بيه هدهود، راجل سمعته واسمه وتاريخه، يعني ما خليناش نحط ابدا ان احنا ممكن نوجه اي شك لمصطفى بيه. تمام يا كابتن. تقدير والاحترام ولكل القامات الرياضيه المحترمه في مصر. وبعد ساعات من الازمه انتهى الموضوع باعلان هدهود تقديم استقالته من منصبه، وشاف إنه بالقرار ده بعد نفسه عن مهاترات تاريخه ما يسمحش بالدخول فيها، وكمان أكد إن محدش أجبره على الاستقالة، لكنه ما يقدرش يعيش مع النوع ده من الموضوعات.